تقسيم مباشر اهو، سبحان الله، بيزق البيضة وبيخرج، نرش البيض وهو يخرج، ما بنعملش حاجة اكتر من كده اهو، خرج اهو، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة اليوم 18 من وضع البيض في الفقاسة. الكتاكيت ما شاء الله بدأت تفقس، كتاكيت السمان، ايوه اهي بيطلع قدام حضراتكم الكتكوت اهو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حركه يعني اول مره نشوفها وقت فأس الكتكوت. احنا بنصور اهوت، ما شاء الله خروج الكتكوت من البيضه، ما شاء الله، تصوير مباشر. طبعا في تاني اهو بيحاول يفقس اهو، البيض اللي جنبه بيتحرك، سبحان الله سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. فيه كتاكيت فقست اهو من شويه، لسه برضو ما بقالهمش كتير، هذا اتنين وهذا التالت، وان شاء الله يفقسهم يعني في خلال ساعات. احنا بنساعد في الايام الاخيره، بنرش البيض علشان نسهل فأس العملية، فأس الكتاكيت، رش كده تلاقي الكتكوت يطلع على طول اهو، تاني هيخرج من البيضة اهو، وده كمان اهو هيخرج اهو اهو، بنساعده نطريله القشرة برش المية، ما تحدش يخاف من رش المية، هو بنرش المية يوم 16 بعد وضع البيض 16 يوم، 16 و 17 و 18 لغاية ما البيض يفقس اهي، تفقس اهي، ركزي هنا ركزي هنا، بتزق التلاتة دول، التلاتة دول بيزقوا البيضة، ما شاء الله ما شاء الله، دايمين فأس مباشر اهو، سبحان الله، بيزق البيضة وبيخرج، نرش البيض وهو يخرج، ما بنعملش حاجة اكتر من كده اهو، خرج اهو، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يا سبحان الله يا سبحان الله. نص الكتكوت خارج وما زال الفأس، عملية الفأس جاري، واحنا نحاول كل ما نشوف البيض نرش ونقفل على البيض ونتابع مع بعض عملية الفأس، ان شاء الله نصورها على مقاطع ونجمعها في فيديو واحد ونرجع لكم تاني. هنكمل مع حضراتكم فأس كتاكيت السمان اهو، حضراتكم طلع خالص اهو، كنا نشوفه اهو طلع، نشوف ده وهو بيزق البيضة اهو، المنظر تاني نكرره وقت ما بيشق البيضة اهو، وده كمان اهو بيزقها اهو، شوف ده باين، سبحان الله بيزق البيضة ازاي، واضح احنا زودنا المية، صور كده المية دي، كنا حاطين واحد اتنين، كنا حاطين اتنين بس، فزودنا المية اكتر علشان نزود الرطوبة على البيض وقت الفأس في التلات ايام الاخيرة اهو، التلات ايام الاخيرة بنزود المية اللي معاهم ونرش 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 مية بالبخاخة زي ما حضراتكم شايفين،
كل مثلا كل ساعتين كل ثلاثة على حسب ما نشوف البيض، كل ما نشوف البيض نرش عليه كده. ده بيسهل زي ما قلنا لحضراتكم عملية الفأس اهو. نشوف شوف كل ما بنرش عليه بنساعده وبتسهل عليه خالص، بيزق البيضة اهو. اللي بنرش له بيخرج اهو، فرق خالص اهو، بدأ يخرج. ما شاء الله تبارك الله سبحان الله اهو. والبيضة اللي جنبها كمان، اللي جنبها دي كمان بتفقس اهي اهي اهو. لو شفنا اهو كتكوت باين اهو، شوفوا اهو. ان شاء الله يكون من امتع الفيديوهات اللي حضراتكم تحبوها. سبحان الله بيخرج من البيضة ما شاء الله. هنكمل مع حضراتكم بعد ما يفقس عدد اكبر ونوري لحضراتكم ونجمعهم في فيديو واحد. نكمل موضوعنا، موضوع فقس بيض السمان اهو. ما شاء الله في كتاكيت فقس بتاعه، حطينا لهم سقاية وحطينا لهم اكل اهو. على فكرة يا جماعة كتكوت السمان كان حد سألني ان هو مين اللي بيأكله، هو بيطلع من البيضة بياكل زيه زي كتكوت الفراخ، مش زي زغلول الحمام. ده في فرق، ده بينزل ياكل اهو، بيخرج من البيضة ياكل، بيدور على اكله وميته اهو. نشيل القشر، نستبعد القشر حضراتكم اهو، القشر اهو فقس اهو، نستبعد القشر الفاضي اهو. ما شاء الله القشر فاضي اهو. فيها اهو ما شاء الله. على فكرة يا جماعة اللي فقس كمية البيض اللي فقست اهو، قشرهم اهو كمية معقولة. هقول لحضراتكم باقي البيض ما فقس ليه. باقي البيض اللي ما فقس ده حضراتكم، احنا ما حطيناش البيض في يوم واحد، ده طبعا غلط. احنا حطينا في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، حطينا على ثلاث مرات او اربع مرات. ده البيض ده مفقود متأخر، فان شاء الله لسه فيه سمان هيخرج، لكن بكرة وبعده وبعده هكذا يعني. كان في حد سألني حضراتكم ليه انت حاطط المية دي، برطمانات اللي فيها مية دي. المية دي حضراتكم قلنا علشان تزود الرطوبة بتاعة البيض اثناء الفأس. من البداية بنبقى حاطين مثلا اتنين وبعد كده زودناهم زي ما حضراتكم شايفين كده، كانوا اتنين في البداية بس، اما جينا في اخر تلات ايام او اسبوع حتى زودناهم خليناهم بالعدد ده، وبقينا باخر تلات ايام نرش البيض. رش البيض علشان الام حضراتكم لما بتنام، الام الطبيعية بتنام على البيض، فالبيض بيعرق. لكن هنا مين اللي هيعرق؟ اللمبات اللي بتدف دي هتجفف البيض فمش هيفقس، فلازم نساعد برش المية والرطوبة، نزود له الرطوبة دي عشان البيض ما يجفش، ما يفقس، ما يقدرش الكتكوت يفقس ويكسر البيض. شوف حضراتكم هما بياكلوا، مام اللي خارج اهو فيه اللي بيحاول ان هو ياكل،
ان شاء الله يعني صحتهم كويسه. احنا هنسيبهم شويه في الفقاسه، هنسيبهم حوالي اسبوع مثلا في الفقاسه لغايه ما يعدوا مرحله التحضين، يعني يشد حلو كده ويبقى كويس، وبعد كده ننقلهم في حاجه اكبر. يا جماعه الفقاسه السقايه اللي حضراتكم شايفينها دي فقاسه كتاكيت فراخ صغيره، فملاحظين ان الكتكوت بينزل فيها كل شويه، لو ما ينزل برجليه كده او بيبل نفسه او ممكن يغرق فيها لو وقف عليه اخواته. هي دي الفقاسه الموجوده في السوق، لكن انا هنعمل فقاسه، هنعمل سقايه، اسف سقايه، هنعمل سقايه يدويه، حاجه من البيت يعني مش هتكلفنا اي شيء اهو. ده برطمان مثلا، برطمان عسل نحل او اي برطمان. بنخرم خرم هنا في المكان ده اهو، في المكان ده اهو، خرم بسيط ناعم بسيط خالص اهو، باي مسمار اهو. انا بحط المسمار فيها علشان حضراتكم تعرفوا مكان الخرم فين، ما يكونش فيه عالي قوي عشان ما ينزلش ميه كتير، في المستوى ده علشان يكون الميه اللي نازله قليله. وهنا اعمل سقايه اقول لحضراتكم ازاي اهو، بدل ما الحته دي واسعه ده الطبق ده اضيق، فهيكون كده اهو، ده الطبق بتاعها، هيكون ده الطبق بتاعها، ده غطا بتاع برضو برطمان بس اكبر شويه، مش بتاع الغطا ده، غطا اوسع من ده شويه، بحيث ان هو يمد بوزه بس، ما ايه مد من قاره ما يغرقش فيها الكتكوت، ما يغرقش في الميه هكذا. ونورد حضراتكم احط فيها ميه، احط فيها ميه اهو اهو، حط شوية مية مثلا، نقول نصها عشان ما تقعدش كتير كده اهو، ونحط عليها اول 3 ايام من الدواء ده، الدواء ده اللي هو فلوريكول، ده مضاد حيوي اللي بيستقبله بالكتاكيت، الدواء اللي هو فلوريكول اهو، نحط منه 3 ايام على مية الشرب بتاعت الكتاكيت السمان اهو. ده فلوريكول ازازته اهي، ده الازازة الكبيرة، في منها تلاتة بوة صغيرة زي دي اهو حضراتكم، البوة الصغيرة دي، الابوة الصغيرة دي ب10 جنيه، والابوة الكبيرة دي ب50 جنيه. دي ازازتها اللي شفناها في علبتها من شوية، دي الصغيرة، اللي عايز يجيب الأبوة الصغيرة يجيب، اللي عايز يجيب الأبوة الكبيرة يجيب. ده بتاع الاستقبال بتاع الكتاكيت، ويستخدم برضه مضاد حيوي اللي احنا استخدمناه في علاج السلمونيلا مع دواء آخر، هو ده، هو الدواء ده. هنحط منه اهو نقطة، نحط منه نقطة فوق المية، أوري حضراتكم اهو، أجي اهو نقطة، مش هنكتر، هو المفروض سنتي على اللتر، بس احنا هو الكمية اللي عندنا حوالي نص لتر، حط نقطة بس مش هنكتر، بس مش النقطة دي كده. نشيل السقاية القديمة دي، نشيل السقاية اللي هي الجاهزة، ونعتمد على الفكرة بتاعتنا اهو، السقاية بتاعتنا اهي الجديدة اهي، تمام، قلبناها اهو، تخرج ميه قليله جدا على قد ما هيشربوا اهو، ما يغرقوش فيها، دي تخرج ميه زي ما حضراتكم شايفين قليله جدا اهو، مش هيغرقوا فيها زي السقايه التانيه الواسعه. وده الترمومتر نسيبه، لان لسه في بيض برضه، حتى لو البيض فقس هنسيب الترمومتر علشان نظبط درجه الحراره للكتاكيت. رجعنا لكم بعد ساعات من فقس البيض الاولاني، ادي بقى ايه الكتاكيت اللي فقست النهارده، في لسه كتاكيت لسه فقسه اهي، لسه مبلوله اهي،
اهو بكتاكيت السمان اهو لسه طالع من البيضة مبلولة اهو، وكمان واحد اهو لسه مبلول اهو اللي فقس في الاول وما شاء الله بياكلهم، حطينا لهم اكل اهو بياكلهم. حضراتكم حطينا لهم ميه، واللي احنا حطينا فيها الدواء الفلوريكول ده اللي حطينا منه نقطتين، هو الدواء ده اللي بيتحط لاستقبال، بيتحط في استقبال الكتاكيت هو ده. وبنكمل باقي البيض اللي احنا حطيناه، البيض ده اللي فقسوا دول محطوط البيض بتاعهم يوم 11، اما البيض ده محطوط يوم 12 و13 و14، فيعني البيض ده يتأخر شوية، يطلع كل يوم حاجة 12 و13 و14 يعني في 3 ايام او 4 ايام متأخر عن ده. نرشه كمان رشة زي ما قلنا لحضراتكم ان هو بيترش في الثلاث ايام الاخيرة. اول ثلاث ايام من وضع البيض زي ما قلنا لحضراتكم في الفيديو السابق، اول ثلاث ايام من وضع البيض ما بنقلبش البيض، بعد ثلاث ايام في اليوم الرابع لليوم الخمستاشر نقلب البيض، في اليوم الستاشر لغاية اليوم التمنتاشر اخر ثلاث ايام ممنوع تقليب البيض، ونبدأ رش البيض. بنرش البيض ليه؟ بنرش البيض ليه وبنزود المية دي؟ نزود المية ليه؟ عشان نزود الرطوبة بتاعة البيض، نسهل عملية الفأس، لان في الطبيعي لما الام البطة او الفرخة اللي بترقد على البيض بيتعرق البيض، بتنام تكمره، تنام فوقه تكمره تعرقه، يقوم تطر القشرة تلاقي تسهل عملية الفأس. فاحنا بنعوض الموضوع ده برش المية زي ما حضراتكم شايفين، وبان احنا بنزيد المية الزيادة دي كل ما نشوف البيض نقوم رشينه رشة كده مع حضراتكم. في حد سألني، جاني سؤال قبل كده، حد سأل ازاي السمان بياكل لوحده ولا حد بيأكله؟ مين اللي بيأكل السمان؟ لا، السمان بياكل لوحده زيه زي كتاكيت الفراخ، غير الحمام، غير الزغاليل الحمام. زغاليل الحمام بتعتمد على امها انها بتزغطها او بتزققها زي ما حضراتكم عارفين، اما السمان بيخرج من البيضة بياكل بعد ساعات او يمكن بعد ساعة يدور على الاكل على طول. ده بيدور على الاكل بياكل، هو ما شاء الله رغم صغره حجمها انما بتدور على الاكل وبتاكل. وان شاء الله نكمل مع حضراتكم باقي عملية الفأس، وهنربيهم ان شاء الله في الفقاسة لمدة اسبوع او لحد ما حجمهم يكون حجم كويس، وبعد كده نحطهم في مكان اكبر ونكمل مع حضراتكم النتيجة. طبعا يا جماعة تابعنا زي ما حضراتكم تابعتم عملية فأس البيض، فأس بيض السمان، عملية ممتعة جدا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو واضغط على زر الجرس، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.